وفي لجنة انتخابية تانية بحي امبابة استمرت حالة الهدوء والنظام اللي اتسمت بيها العملية الانتخابية في بقية اللجان. احنا في بداية احب طبعا اوجه شكر اللجنة العليا على تلافي فعلا السلبيات اللي احنا واجهناها في المرحلة الاولى. ثانيا احنا في بداية عملنا في بداية النهار واجهنا اعداد ذات كثافة عالية، وعلى وسط النهار بدأت الاعداد تخف، ويعني احنا في اخر اللجنة اهو دلوقتي حوالي الساعة 5، يعني احنا شايفين اعداد بدأت تقل. احنا متوقعين يبقى في اعداد بكره ان شاء الله كمان زي النهارده. انا ما دخلتش خلاص ولا رحتش ابدا اي لجان من ايام جمال عبد الناصر، طبعا دي كانت ثوره، ولا انور السادات ولا حسني مبارك. اول مره انزل انتخب صراحه، يعني انا عندي امل ان يعني تبقى الايام اللي جايه حلوه. اخترت المرشح الانتخابي على اساس ان هو انسان على درايه بالمجتمع اللي احنا عايشين فيه، عايزين ايه يعملوا مثلا بالنسبة للتعليم، بالنسبة للولاد اللي هم عايزين يعني يشوفوا وظائف، بالنسبة للمية، بالنسبة لأي حاجة فيها حاجة مثلا وحشة يعملها لنا حاجة كويسة. أنا ما انتخبش أبدا، بس قالوا لي بقى روحي. قالوا لي روحوا، ربنا معاكم ومع الجميع. دي أول مرة انتخب، وما كنتش انتخبت قبل كده، ما حصلش إن أنا انتخبت قبل كده، ودوت إحنا بنقول يعني إن شاء الله هيكون في مستقبل أحسن من اللي فات، ونتمنى الخير للبلد يعني. لا، التجربة الوحشة هديت شوية، لكن الصبح كان الزحمة فظيعة. وفي حته الثانيه برضو محمود عزمي زوجي راح الصبح لقاها برضو فظيعه، يعني زحمه يعني. ومن حي امبابه بنختم معاكم رسائلنا النهارده اللي بنأكد من خلالها على حاله النظام والهدوء اللي بتسود اللجان الانتخابيه. اشرف عبد الوهاب، لنهارك سعادتي.